السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. شرح غاية السهول إلى علم الأصول، المتن والشرح كلاهما من تأليف الإمام جمال الدين ابن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 909 هجرية، وبلغنا قوله: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه، يعني فأكثر المعنيان أو الثلاثة والأربعة، يجوز أن يراد بها أن تراد جميعا بلفظ واحد في نص واحد، هذا المقصود، أن يراد بالمشترك جميع معانيه دفعة واحدة. على خلاف بين علماء الأصول، فإن من الأصوليين من يمنع ذلك كالحنفية مثلا، وبعض الشافعية وبعض الحنابلة يمنعون ذلك. قال المثال، نعم المثال، المسألة قبل ذلك نقول: شرط الجواز هو عدم وجود قرينة تمنع من حمل اللفظ على معنيه أو معانيه، فإن وجدت قرينة فكما هو معروف في قواعد الأصول يعمل بالقرينة ويترك العمل بالأصل العام. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. الأقراء جمع قرء، والقرء في لغة العرب يطلق على الحيض حقيقة ويطلق على الطهر حقيقة، فهل يمكن أن يراد بالقرء هنا المعنيان معا؟ لا يمكن، لأنه لا يجتمع على المرأة حيض وطهر في نفس الوقت، إنما الكلام عند إمكان استعمال اللفظ المشترك في كل معانيه، كما لو قال: عندي عين، وقصد عنده ذهب وفضة معا، فإن هذا سائغ لا يمنع منه مانع. والصحيح ما ذهب إليه أكثر العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية أنه يجوز استعمال اللفظ المشترك في كل معانيه ما لم يمنع من ذلك مانع. ومن ذلك، والدليل على ذلك، قول الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فالسجود لفظ يعني مشترك له أكثر من معنى، يأتي بمعنى وضع الجبهة على الأرض، هذا يسمى سجوداً، والسجود يأتي بمعنى الخضوع لعظمة الباري سبحانه وتعالى. وكلاهما مرادان بلفظ يسجد في الآية الكريمة، فإن السجود من المسلمين متصور في المعنيين، ومن الذين حق عليهم العذاب وهم الكفار ما يسجدون، ما يضعون الجبهة على الأرض، لكنهم خاضعون لقدرة الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمة يصلون، الصلاة تختلف، يعني لها معنيان: الصلاة من الله سبحانه وتعالى مغفرة ورحمة، والصلاة من الملائكة دعاء واستغفار، وكلاهما مراد بكلمة يصلون. ثم قال: والحقيقة والمجاز، هذا شروع في مسألة جديدة. قال: يجوز أن يطلق اللفظ ويراد به حقيقته ومجازه معا بلفظ واحد في نص واحد، كما لو قلت: رأيت أسدا، وأنت تريد أنك رأيت رجلا شجاعا ورأيت الأسد المعروف، فإن إطلاق الأسد على الرجل الشجاع مجاز، وإطلاقه على الحيوان المفترس المعروف حقيقة، فيجوز ذلك.
لكن شرط الجواز أيضاً ما قلناه في المسألة السابقة، وهو عدم وجود قرينة تمنع من الحمل على أحد المعنيين، فإن وجدت قرينة امتنع العمل بالقاعدة ووجب العمل بالقرينة المخصصة، مثل قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. فالنكاح حقيقته العقد، ومجازه الوطء، لأن الوطء هو حقيقته في اللغة، والحقائق اللغوية مجازات شرعية كما يقول علماء الأصول. فيصير الوطء في هذا اللفظ الذي استعمله الشارع هو لفظ النكاح، يصير مجازا. وحينئذ نأتي إلى القاعدة أنه يستعمل لفظ حقيقته ومجازه، فلا يصح الحمل هنا، لأن لو حملناه على حقيقته ومجازه لكان معناه أن المرأة المطلقة تحل لمطلقها الأول بوطء الزوج الثاني أو بمجرد عقده، لأن النكاح هو العقد والوطء، واللفظ يطلق على حقيقته ومجازه دفعة. وهل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح لوجود القرينة، فإن الإجماع دل على أن المطلقة لا تحل لزوجها الأول إلا بوطء الثاني، دل النص والإجماع. النص قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، والإجماع ظاهر. وقع فيه خلاف شاذ قديما، ثم انعقد الإجماع على هذه المسألة. قال: أي يراد ويحمل اللفظ عليهما، ضمير التثنية يرجع إلى الحقيقة والمجاز. قال: عند القاضي، أي يعني القاضي، المراد بالقاضي أبو يعلى الحنبلي شيخ المذهب، وابن عقيل، والحلواني، وكلاهم وكلهم من الحنابلة. قال: وغيرهم. نعم، هو مذهب الحنابلة، هو صحيح مذهب الحنابلة في المسألة أن اللفظ يحمل على حقيقته ومجازه معا، وهو أيضا مذهب الشافعية، وهو مذهب المالكية، وخالف في هذه المسألة الحنفية وبعض الشافعية وبعض المعتزلة، فمنعوا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا. قالوا: إن استعمل في حقيقته امتنع حمله على مجازه، وإن استعمل في مجازه امتنع الحمل على حقيقته. قال: ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام، أو مجمل فيرجع إلى مخصص خارج فيه خلاف؟ يقول: اللفظ الآن حين يستعمل في حقيقته ومجازه، هل تكون الحقيقة والمجاز مثل أفراد العام؟ مثل أفراد العام، فالدلالة عليه، دلالة العام على أفراده دلالة ظنية متساوية، الأفراد كلهم متساوون، الأفراد الداخلون تحت اللفظ العام متساوون في الدلالة، فالعام يحمل على أفراده كلها ما لم يوجد مخصص، ولا نحتاج إلى قرينة توجب الحمل على العموم، على عموم كل الأفراد. قال: أو هو مجمل، إشارة إلى الخلاف، وسوف يذكر هذا الخلاف. يعني قد يقول قائل: لا، يكون مجملا، لأنه يحتمل أنه أراد الحقيقة فقط أو المجاز فقط أو هما معا، ولا توجد قرينة مفصلة معينة، فيكون مجملا فيتوقف فيه على القرينة، يعني القرينة الدالة على إرادة المعنيين أو القرينة الدالة على أحدهما. قال الشافعي: هو ظاهر، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه في المباحث. قال الشافعي وغيره، بل الكثير، أن المعنيين يكونان متساويين في دلالة اللفظ عليهما، أعني الحقيقة والمجاز، مثل الاستدلال على نقض الوضوء بالجماع وباللمس، لمس المرأة، بلفظ واحد في نص واحد، وهو قوله تعالى: أو لامستم النساء،
فإن اللمس فيما قيل إنه حقيقة في الجس باليد، وضع اليد على شخص، ومجاز في الجماع، كناية عن الجماع فيكون مجازا. وأما أصحاب المذهب الثاني أشار إليهم بقوله وصرح به القاضي، وصرح به القاضي يعني في المذهب الأول أنه ظاهر، اللفظ ظاهر في الدلالة على حقيقته ومجازه، ثم قال وابن عقيل بأنه مجمل، لكن إذا كانت به هذه زائدة تصير العبارة وصرح القاضي وابن عقيل بأنه مجمل، ولا يبعد ذلك، يعني هذا لا يكون بعيدا. وعليه فيجب على المجتهد التوقف إلى حين وجود قرينة معينة إما للمعنيين أو لأحدهما. ومن أمثلة المسألة قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كلمة أولاد جمع ولد، وأولاد الإنسان هم أولاد بالحقيقة، لكن أولاد أولاده يسمون أولاداً بطريق المجاز، يعني الحفيد أو السبط مثلاً يسمى ولداً، يقول هذا ولدي، جده يقول هذا ولدي، حقيقة هذا أو مجاز؟ هذا مجاز، ولهذا يصح نفيه بأن يقال ليس ولدك وإنما هو ولد ولدك، ليس كذلك؟ فدل على أنه مجاز، واللفظ هنا مستعمل في حقيقته ومجازه، فإن الابن يعصب البنت، فإذا اجتمع الأبناء والبنات، أبناء الميت وبناته، تكون بينهم عصوبة فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذا ورث الميت أبناء أبنائه وبنات أبنائه يعصب أيضاً، يعصب ابن الابن، يعصب أخته، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون استعملنا اللفظ في حقيقته وفي مجازه. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله ونفي المساواة مثل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، ونحو ذلك للعموم عند أصحابنا والشافعية. ودلالة الإضمار مثل إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه عامة عند أصحابنا وأكثر المالكية خلافا لأكثر الشافعية والحنفية. أحسنت. يقول ونفي المساواة إلى آخره شروع في مسألة جديدة من مسائل العام، فقال ونفي المساواة مثل قول الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية. المراد بهذه المسألة أن الشارع إذا نفى المساواة بين شيئين إما حقيقة إما بلفظ صريح فيكون نفيا حقيقيا، أو بلفظ في معنى النفي وهو التقديري، النفي التقديري، فهل يقتضي نفي المساواة بين هذين من جميع الوجوه الممكنة؟ أعيد، يقول المصنف يعني إذا نفى الشارع المساواة ونحوها كالمثلية بين شيئين، هل يقتضي هذا انتفاء التسوية بينهما في كل الوجوه الممكنة أو لا؟ وهذا معنى العموم حينئذ، سواء كان ذلك كما قلنا آنفا، سواء كان بلفظ صريح في النفي مثل لا وما وليس، أو بلفظ غير صريح وهو الاستفهام الإنكاري فإنه في معنى النفي.
مثال الأول ما ذكره المصنف من الآيتين الكريمتين: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والتقدير مثل قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذا استفهام إنكاري، وهو في معنى النفي، كأنه قال: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ استفهام إنكاري في الموضعين، ومعناه النفي. فهل يدل على انتفاء الأحكام بين هذين المذكورين أو لا؟ يعني الآية الكريمة الأولى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، نفى الله سبحانه وتعالى المساواة بين الكافرين وبين المسلمين، فهل يصح أن نستدل بالآية على أن المسلم لا يقتل بالذمي؟ هذا معنى العموم، نقول لا يقتل المسلم بالكافر الذمي خلافاً للحنفية. لماذا؟ لأن الله نفى التسوية بين أصحاب الجنة وهم المسلمون وبين أصحاب النار وهم الكافرون، ونفي المساواة بين الشيئين يقتضي التعميم في كل حكم ممكن، ومنه هذا الحكم وهو القصاص. قال: ونحو ذلك كلفظ المماثلة للعموم عند أصحابنا والشافعية، وأيضاً هو مذهب المالكية أيضاً، فهو إذن مذهب جمهور العلماء. وخالف في هذا الحنفية وقالوا: نفي المساواة بين الشيئين لا تقتضي استواءهم، نفي مساواتهما من كل الوجوه، وإنما يكفي النفي المساواة في صورة واحدة، ويكون اللفظ مجملاً فيما عدا هذه الصور. هذا معنى مذهب الحنفية. الحنفية ماذا قالوا؟ قالوا: نفي المساواة بين الشيئين لا يقتضي التعميم، يعني لا يعم نفي استوائهما من كل الوجوه. طيب، يكون ماذا إذن؟ قالوا: يحمل على صورة واحدة. طيب، وبقية الصور؟ قالوا: يكون اللفظ فيها مجملاً، فلا يحمل اللفظ عليها إلا بدليل خارجي. من ثمرات الخلاف بين الفريقين ما ذكرناه آنفا في أن المسلم هل يقتل بالذمي، فقال الجمهور: لا يقتل، لقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وقال الحنفية: يقتل به، لأن نفي المساواة بين الاثنين قد حصل بوجوه أخرى، وحينئذ لا يصح التعميم في كل صورة. ومن ذلك من ثمرات الخلاف أن المرأة لا تلي عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها، وإنما الذي يكون ولياً في النكاح هو الرجل فقط. هذا مذهب من الجمهور العلماء. وذهب الحنفية إلى أن المرأة الرشيدة يجوز أن تزوج نفسها أو غيرها، واستدل الجمهور بقوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، نفى الله المساواة بين الذكور وبين الإناث، ومقتضى التعميم شموله لهذه الصورة. هل يشترط في القاضي الاجتهاد؟ القاضي هل من شروطه أن يكون مجتهداً أم يجوز أن يكون مقلداً؟ فذهب الجمهور إلى أن من شروط القاضي أن يكون مجتهداً عالماً، ما يكون عامياً، يكون عالماً. وقال الحنفية: لا، يجوز أن يكون القاضي عامياً مقلداً ويسأل غيره، يعني إذا عرض له شيء ماذا يفعل؟ يسأل غيره. فاستدل الجمهور بقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: ودلالة الإضمار
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا شروع في مسألة جديدة، وهي مسألة دلالة الإضمار أو دلالة الاقتضاء، تسمى أيضا دلالة الاقتضاء عند أكثر العلماء، وإلا فبعض الأصوليين فرقوا بين دلالة الإضمار وبين دلالة الاقتضاء بفروق لا تصح. الصحيح أن دلالة الإضمار هي دلالة الاقتضاء. قال: عامة عند أصحابنا، عموما معنويا، فهذا هذه المسألة من صور العموم المعنوي الذي ذكرناه في أول درس العام. ودلالة الإضمار أو دلالة الاقتضاء معناها دلالة اللفظ على مقدر محذوف يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية. دلالة اللفظ، يعني اللفظ الوارد في النص الشرعي، يعني دلالة اللفظ على مقدر محذوف يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً. إذن دلالة النص الشرعي على محذوف، هذا المحذوف يتوقف عليه صدق الكلام، صدق كلام المتكلم بهذا الكلام، أو يتوقف عليه صحة الكلام العقلية أو صحته الشرعية. والتعريف هذا حوى أنواع الاقتضاء الثلاثة، لأن دلالة الإضمار أو دلالة الاقتضاء تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتوقف عليه صدق الكلام، بمعنى أننا لو لم نقدر في النص الشرعي هذه الكلمة أو العبارة لصار الكلام خلفاً، أي صار مخالفاً للواقع، وكلام الشارع ينزه عن ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. فإننا لو حملنا اللفظ على ظاهره، لو حملنا لفظ الحديث على ظاهره لكان خلفاً، لأن الخطأ والنسيان واقعان في الأمة، الناس يخطئون وينسوا، فكيف يكون رفع عنهم؟ فحينئذ يحتاج المجتهد، العالم المجتهد يحتاج إلى تقدير يقدره في الكلام، لأن الحذف موجود في كلام العرب وفي نصوص الشرع، فيقدر ماذا؟ هذا محل الخلاف، يقدر ماذا؟ هل يقدر رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان فيختص الحكم بالعقوبة الأخروية، أو المراد رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان فيشمل الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، الأخروي في الإثم والعقاب والدنيوي في الصحة وعدم الصحة، صحة العبادة يعني. هذا النوع الأول. الثاني ما يتوقف عليه صدق الكلام، صحة الكلام عقلاً، ما يتوقف عليه يعني محذوف يتوقف عليه صدق صحة الكلام عقلاً، مثل قول الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. فإن القرية إذا قلنا إن معناها الأبنية والحيطان والأسقف، يعني البيوت، فإنه لا يصح توجيه السؤال إليها لأنها جماد، فحينئذ يقدر العلماء محذوفاً، يقدرونه تقديراً يعني، فيقال في غير القرآن: واسأل أهل القرية. أهل هذه تسمى مقتضى، ودلالة النص عليها تسمى دلالة اقتضاء، وإن شئت قلت إن كلمة أهل تسمى مضمراً، لفظاً مضمراً، ودلالة النص عليها تسمى دلالة إضمار. هذا النوع الثاني. النوع الثالث الأخير ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعاً، ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعاً، مثل قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر.
الكلام في صوم رمضان، فالله سبحانه وتعالى يقول: الذي يكون مريضاً أو مسافراً فيجب عليه أيام أخرى. فإن الكلام هكذا بظاهره ما يصح شرعاً، لأن المريض والمسافر يصح منهما الصوم وما يجب عليهما أيام أخرى، فيحتاج العالم المجتهد أن يقدر في الكلام لفظة أو عبارة لكي يصح الكلام أي يكون موافقاً لحكم الشرع. يصح الكلام شرعاً يعني يكون موافقاً لحكم الشرع، فيقدر في غير القرآن: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. فكلمة فأفطر هذا مقتضاً، اسم مفعول من الاقتضاء وهو الطلب، يعني أن النص يطلب من العالم المجتهد أن يقدر فيه شيئاً ليصح، هذا معنى مقتضى. قال: عامة عند أصحابنا، كما قلنا عموماً معنوياً، وأكثر المالكية خلافاً لأكثر الشافعية والحنفية. نعم، هو مذهب الحنابلة والمالكية أن دلالة الاقتضاء عامة، وهو أحد القولين عند الشافعية، وبعضهم جعله مذهب الشافعية، في حين ذهب الحنفية وهو قول ثاني عند الشافعية ولعله هو المرجح عند أكثر الشافعية، أن الاقتضاء أنه لا عموم لدلالة الاقتضاء، فيحمل على معنى واحد فقط. من أثار الخلاف من تكلم في صلاته مخطئاً، فهل صلاته صحيحة؟ تكلم مخطئاً أو ناسياً، فهل صلاته صحيحة؟ قولان للعلماء، فمنهم من قال صلاته صحيحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، والرفع يكون للحكم الأخروي وهو العقوبة، وللحكم الدنيوي وهو بطلان الصلاة، فيرتفع عنه البطلان فتصح صلاته. ومنهم من قال صلاته باطلة، لأن الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان إنما يحمل على رفع المؤاخذة والإثم، وهذا يختص بالآخرة، أما أحكام الدنيا فلا، لأن الاقتضاء لا عموم له. ومن أثار المسألة أيضاً، من أثار الخلاف المسألة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، استدل به بعض الفقهاء على أن من توضأ بلا نية، يعني غسل أعضاءه ولم يكن ينوي الوضوء، إنما قصد التبرد أو التنظف أو نحو ذلك، فإن وضوءه لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا عام، يشمل الثواب ويشمل الصحة، فمعناه لا ثواب على العمل إلا بنية، وأيضاً لا تصح الأعمال إلا بنية. وذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك الغسل وذلك الوضوء صحيح بلا نية، وحملوا إنما الأعمال بالنيات على الثواب، يعني لا ثواب على الأعمال والعبادات إلا بالنية، أما الصحة فلا يصح الحمل عليها، وإلا جعلنا للاقتضاء عموماً والمقتضى لا عموم له. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: والفعل المتعدي إلى مفعول نحو: والله لا أكلت، أو إن أكلت فعبدي حر، يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولاً معيناً لم يحنث بغيره باطناً عند الأكثر، خلافاً لأبي حنيفة وابن البنا. أحسنت. قال: والفعل المتعدي إلى مفعول إلى آخره، شروعا في مسألة جديدة من مسائل العام، وهي أن الفعل المتعدي إذا حذفت مفعولاته، إذا حذف مفعوله هل يعم، يعني بالحذف هل يعم مفعولاته أو لا؟
كلمة مفعول هي مصطلح موجود عند الأصوليين كما ترون في هذه المسألة، وهي مصطلح موجود في علم النحو، لكن بينهما فرقاً. فمدلول كلمة مفعول عند الأصوليين تختلف عن مدلولها عند النحاة، وهي عند الأصوليين أعم بكثير. فالمفعول عند النحاة لا يطلقونه على اللفظ إلا بقيدين، لا بد من اجتماعهما في اللفظ حتى يسمى مفعولاً، جهتان يعني اعتباران في اللفظ، لا بد من توافرهما في اللفظ حتى يسمى عند النحاة مفعولاً. أحدهما يعني أو إحدى الجهتين لفظية والأخرى معنوية. أما اللفظية فهو أن يكون اسماً منصوباً، فلو كان مرفوعاً أو مجروراً فلا يكون مفعولاً. والأخرى المعنوية هو أن يقع عليه فعل الفاعل. فبمجموع القيدين يسمى عند النحاة مفعولاً. أما عند الأصوليين فالأمر أعم، فإن المفعول عندهم فقط بقيد واحد، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، ولا يشترطون أن يكون اسماً منصوباً. وهذا أمر يعني ليس فيه غرابة، لأن وظيفة كل منهما تختلف. فوظيفة النحوي الأصلية هي ضبط آخر الكلمة العربية، ووظيفة الأصولي النظر في المعاني، معاني ألفاظ نصوص الكتاب والسنة لاستخراج الأحكام، ومن ثم لم ينظروا إلا لكون المفعول وقع عليه فعل الفاعل ولم يلتفتوا لللفظ. فقولك مثلاً أسأت إلى زيد، الإساءة وقعت على من؟ زيد، إذن هو مفعول لأنه وقع عليه فعل الفاعل. ويأبى النحاة أن يسموه مفعولاً لأنه اسم مجرور. الآن وضح الفرق. طيب نأتي إلى المسألة. قال لو قال والله لا أكلت، والآن يحلف، أو قال إن أكلت فعبدي حر، وكذلك لو قال مثلاً والله لا أسافر، أو قال والله لا أسكن، أو قال لا أتصدق، هل يعم جميع المفعولات؟ يعني متى يحنث الآن؟ إذا قال والله لا أكلت، هل ذكر مفعولاً؟ هل ذكر مأكولاً معيناً؟ ما ذكر، حذفه. فمقتضى التعميم أن يقال إن هذا يعم كل مأكول، فيحنث إن أكل حنطة أو لحما أو سمكا أو غير ذلك، يعني كل مأكول. ولو قال والله لا أسافر، متى يحنث؟ إذا سافر إلى أي بلدة، فتقول إلى كل بلدة، لأن حذف المعمول يدل على العموم. قال يعم مفعولاته، يعني يعم مفعولاته المحذوفة، فيكون المحذوف كأنه مذكور في الكلام، ولو كان مذكورا لعم، فكذلك إذا حذف. قال فيقبل تخصيصه، الفاء هذه فاء النتيجة أو فاء التفريع، وهو إشارة إلى ثمرة الخلاف المسألة، وهو إذا قلنا، لأن المسألة خلافية، إذا قلنا إن الفعل المتعدي إلى مفعولات يعم مفعولاته المحذوفة، فإنك سوف تعطيه حكم العام الحقيقي، وإن كان هذا عاماً معنوياً إلا أنه عام أيضاً. فالعام الحقيقي والمعنوي حكمهما واحد في قبول المخصصات. قال فيقبل تخصيصه، يعني عند من يقول بالتعميم في مسألتنا، فيقبل تخصيصه يعني بإرادة المتكلم، لأن التخصيص بالمقصود نوع من أنواع المخصصات للعام،
تخصيص العام بمقصود المتكلم نوع من أنواع المخصصات لللفظ العام أو للعام عموما سواء كان لفظا أو معنا. قال: فيقبل تخصيصه يعني من المتكلم بالنية والإرادة. قال: فلو نوى مأكولا معينا لم يحنث بغيره، يعني لو قال والله لا أكلت ثم أكل يعني عجينا طحينا يحنث فيأتي ويقول أنا ما علي شيء ما علي كفارة. لماذا؟ قال: لأنني أردت والله لا آكل لحما. الآن خصص، ليس كذلك؟ خصص المدلول العام. فقال بناء على مذهب الجمهور لم يحنث بغيره أي بغير ما نواه باطنا، باطنا يعني فيما بينه وبين الله، لأن هناك حكم باطني وهناك حكم ظاهري. الحكم الباطن هو فيما بين العبد وبين ربه سبحانه، الحكم الظاهر يعني حكم الحاكم قضاء القاضي، لأن بعض هذا الكلام يترتب عليه حقوق وأحكام للآدمي كالعتق كما ذكر هنا، قال: إن أكلت فعبدي حر، أو يقول: فامرأته طالق فهل تطلق وهل يعتق عبيده إن أكل أي طعام، ينبني على ما ذكرناه. قال: خلافاً لأبي حنيفة وابن البنا. ابن البنا هو الحسن بن أحمد البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 471 هجرية، وسبقاً ذكره المصنف رحمه الله في أوائل الكتاب، فهو من متوسطي الحنابلة، يعني هو في رتبة المتوسطين بتقسيم الحنابلة. الحنفية نعم قالوا إن حذف المفعول لا يدل على التعميم. لماذا؟ قالوا: لأنه محذوف، والمقتضى المحذوف لا عموم له، فبنوا هذه المسألة على المسألة السابقة. واضح؟ واضح يا أخوان؟ يعني هم عندهم أن المقتضى لا عموم له، فبنوا عليه ماذا؟ أن حذف المفعول لا عموم له، فبنوا هذه المسألة على المسألة السابقة. طيب، الحنفية يعني يحتاج إلى توضيح مذهبهم، لأنهم يرون أنه لو أكل أي طعام فإنه يحنث، وهم يقولون حذف المفعول لا يدل على العموم فظاهره التناقض، وليس كذلك، هم ما تناقضوا. هم يقولون ماذا؟ يقولون: الفعل يقتضي مفعولا ضرورة، الفعل يقتضي مفعولا، فالأكل يقتضي طعاما، كما أن السير يقتضي مكانا، الخروج يقتضي مكانا. ومن ثم فقوله لا أكلت ثم أكل أي طعام يحنث لأنه صدق عليه أنه أكل، حصل منه الفعل، وليس من جهة أن المعنى عام فيشمل كل طعام. هذا معنى مذهب الحنفية، يعني إذا قال والله لا أكلت حنث أيضا بأكل أي طعام، من جهة أن الطعام هو ضرورة وجود الأكل، فإذا أكل أي طعام صدق عليه أنه أكل، وحينئذ يحنث. قال: والفعل الواقع، قرأنا هذا أو لا؟ ما قرأنا؟ نعم؟ إيه نعم، هو نعم، لكن هناك المتعلق يقتضي فاعلا أو مفعولا، والأصوليون يقولون بالعموم فيهما، يعني إن حذف الفاعل عم، وإن حذف المفعول عم، وطبعا نائب الفاعل هو فاعل. قولان يعني ظاهرا، هل يعني السؤال يقول إذا قلنا لا يحنث باطنا فهل يحنث ظاهرا؟ قولان للعلماء، حتى من قال بالتعميم
فبعضهم قال يحنث وبعضهم قال لا، وبعضهم قال يعتق عبيده وبعضهم قال لا، يعني اختلف حتى قول الإمام أحمد اختلف قوله. وبعض الأصولين زاد تعميما في مصطلح المفعول حتى شمل متعلقات اللفظ، يعني ليس فقط ما وقع عليه فعل الفاعل بل حتى الأحوال والظروف. ولهذا قالوا في من قال لامرأته أنت طالق ثم ادعى عند الحاكم أنه أراد إن دخلت الدار دار زيد، الآن ادعى شيئا ما قاله في الكلام الأول، أليس كذلك؟ هو أول في الأول الكلام أطلق العبارة فقال أنت طالق، ثم ادعى عند الحاكم لما ندم جاء عند الحاكم فقال أردت هي طالق إن دخلت دار الزيد، وهي ما دخلت دار الزيد فما تطلق. فقال كثير من العلماء ما تطلق، وحينئذ جعلوا لللفظ ماذا؟ عموما مع أنه محذوف، وقال الحنفية تطلق. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: والفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته، كصلاته عليه السلام داخل الكعبة لا يعم الفرض ولا يعم كل مكان، فلهذا قال أحمد: لا تصح إلا في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. أحسنت. يقول: والفعل الواقع إلى آخره، شروع في مسألة جديدة، وهو أن الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحكيه الصحابي من قوله هو، ويكون هذا الفعل له أنواع أقسام يعني وله جهات، فهل يعم أقسامه وجهاته؟ الفعل الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة، هل يعم أقسامه وأقسام الصلاة؟ فرض ونفل. وهل يعم جهاته؟ ففي قول النبي صلى الله ففي قول بلال رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، أو كما ورد. الآن الفعل ما هو؟ الصلاة، حكاها الصحابي بقوله، فقال المصنف رحمه الله: الفعل الذي له أقسام وله جهات متعددة لا يعم أقسامه ولا جهاته المختلفة، فيكون من باب المطلق لا من باب العام، والمطلق يصدق بصورة واحدة أي بجهة واحدة وبفرد واحد أي بقسم واحد. هنا هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي بالإجماع كانت نفلا، لأن الناس كانوا خارج الكعبة ينتظرونه ليصلي بهم، فهو صلى نفلا. وحينئذ قال أحمد رحمه الله: لا تجوز، يعني بناء على هذا لو أن المصنف أتى بعبارته في مسألة الفرض لكان أتم في المعنى، لكان أتم في المعنى، يعني فقال أحمد رحمه الله: لا تجوز صلاة الفريضة في الكعبة، لأن تلك الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت نفلاً، فلو حملنا الصلاة على الفرض والنفل لجعلنا للفعل عموماً، والفعل لا عموم له، الفعل المثبت لا عموم له. وأيضاً قال أحمد رحمه الله بناءً على ما ذكر في نفس المسألة في عند قوله: ولا يعم جهاته، قال أحمد: لا تصح إلا في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بين العمودين اليمنيين، فلا تصح في جهة أخرى، بناء يعني أخذوا من كلام أحمد هنا هذه القاعدة، وهو أن الفعل الذي له أقسام وله جهات لا يعم أقسامه ولا يعم جهاته. ثم قال: قال البخاري رحمه الله صاحب الصحيح: وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء، يقصد أن البخاري رحمه الله جعل للفظ ماذا؟ عموما، جعل للفعل
عموماً فجوز أن يصلي المسلم في داخل الكعبة صلاة النفل في أي جهة، سواء بين العمودين اليمنيين أو لا. على أن من خالف في هذه المسألة، بعض من خالف في هذه المسألة وقال الفعل الذي له أقسام وله جهات لا يعم أقسامه ولا جهاته، جعلوا له عموماً من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، كالبخاري هنا. يعني بعض من قال بعدم العموم يعني من جهة اللفظ، لكنه عمم من جهة المعنى، وجهة المعنى هو القاعدة، القياس، قاعدة القياس. يعني كما صح أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع يصح في كل موضع، لأن هذا هو الأصل، استواء الأمكنة، الأمكنة كلها سواء في الصلاة إلا ما خصه الدليل. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ونحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر عندنا، مثل نهى عن المخابرة وقضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ونحو ذلك، خلافاً للأكثر من العلماء. والمفهوم له عموم على الأصح اختاره الأكثر، واختار ابن عقيل والشيخ وأبو العباس أنه لا عموم له، وأنه يكفي فيه المخالفة في صورة ما. فعلى الأول وهو قولنا له عموم، يجوز أن يخص بما يخص به العام، ذكره أبو الخطاب وغيره. أحسنت. يقول: ونحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر، يعني إذا قال الراوي الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، قال يعم كل غرر، يعني يتناول تلك الحادثة التي قيل فيها هذا الحديث، ويتناول كل غرر بعد ذلك في ذلك الزمان أو بعد ذلك الزمان إلى يوم القيامة. وكذلك قوله نهى عن المخابرة، والمخابرة هي أن يدفع أرضه لمن يزرعها، ويكون يعني بينهما الغلة تكون بينهما بجزء يعني مشاع كالثلث والربع، إذن أن يدفع أرضه لمن يزرعها على بعض ما يخرج منها، وتسمى المزارعة أيضا. قال: وقضى بالشفعة، أيضا يعم كل شفعة، والذي قبله يعم كل مخابرة. نهى عن الثنية إلا أن تعلم، هو نهي عن كل ثنية، الثنية عن الاستثناء، يقول بعتك هذه السيارات إلا بعضا منها، ما يصح هذا، لابد أن يعين المستثنى. قضى أن الخراج بالضمان، قضى في الجنين بغرة، إلى غير ذلك من الأحاديث، يعم كل قضية، يعم كل صورة، ولا يختص بتلك الصورة التي ورد فيها ذلك الحديث. قال: ونحو ذلك خلافاً للأكثر من العلماء. والحقيقة أن الأكثرين على المذهب الأول، وهو أن قوله نهى عن الشفعة، نهى عن الغرر يعم كل غرر، قضى بالشفعة يعم كل شفعة إلى آخره، هذا هو مذهب الأكثرين. إلا أن يمكن أن يلتمس العذر لمن حكى هذا المذهب عن الأكثرين بأن المراد أنه لا يعم من جهة اللفظ، وإنما يعم من جهة المعنى، وهو القياس. ما هو القياس؟ يعني القاعدة العامة الكلية، وهو أن ما ثبت أن الحكم الثابت في صورة يقتضي ثبوته في كل صورة إلا ما خصه الدليل، وهذا هو تحقيق المناط، ما يسمونه بتحقيق المناط العام، تحقيق المناط العام. فما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم كلما قضى بحكم أن يقول هذا الحكم لك يا فلان ولكل من يأتي من الأمة إلى يوم القيامة، هل يلزمه ذلك في كل كلمة يقولها عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما يلزمه ذلك، إنما يقضي بالحكم، وبعد ذلك ينسحب الحكم إلى كل من سيوجد من الناس إلى يوم القيامة. فعلى هذا يحمل مذهب
الأكثرين، وإلا فكما قلنا إن مذهب الأكثرين هو التعميم في كل هذه الصور إلا ما خصه الدليل. ثم قال: والمفهوم له عموم إلى آخره، مسألة جديدة. والمراد بالمفهوم هنا مفهوم المخالفة، ويدل عليه سياق كلام المصنف فيما سيأتي. وإلا فالأصوليون يذكرون عموم مفهوم المخالفة وعموم مفهوم الموافقة، فإن مفهوم الموافقة له عموم أيضا، فلا تقل لهما أف. مفهومه ماذا؟ مفهوم الموافقة النهي عن السب والشتم والضرب والحبس والإخراج من البيت وكل إساءة، هذا تعميم أو لا؟ تعميم، هذا مفهوم الموافقة. لكن الذي أراده المصنف رحمه الله في هذه المسألة هو خصوص مفهوم المخالفة دون الآخر. فقال: والمفهوم له عموم على الأصح اختاره الأكثر. نعم، هو مذهب الأكثرين، وهذا نوع أيضا من أنواع العموم المعنوي. فإننا إذا جعلنا للعام عموما معنويا، ينبغي كما قلنا من قبل أن يأخذ كل أحكام العام ومن ذلك الشمول. والعجب من أبي حامد الغزالي رحمه الله، فإنه جعل يقول العام من عوارض الألفاظ فقط، أما المعنى ما يصب بالعموم، مع أنه جاء في المفهوم وقال: دلالة المفهوم على أفراده، دلالة المفهوم المخالف على أفراده دلالة لفظية. دلالة ماذا؟ لفظية. ثم جاء قال: العموم لا، المفهوم لا عموم له. فيلزم من القول بأن دلالته لفظية أن يجعل له عموما، لأن من عوارض الألفاظ التعميم. قال: اختاره الأكثر. من صور التعميم في المفهوم المخالفة، من أمثلتها يعني، قول الله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أباح الله للحر المسلم أن ينكح الأمة المسلمة إذا عجز عن الطول، وهو مهر الحرة أو ثمن الأمة. فمنطوق الآية: يباح نكاح الإماء المؤمنات، أي المسلمات. ومفهومه المخالف: لا يحل نكاح الإماء غير المسلمات، غير المؤمنات. أين العموم؟ العموم في غير المؤمنات، لأنه يشمل الأمة اليهودية والأمة النصرانية والأمة المجوسية. وقوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، خص الله سبحانه وتعالى الماء بالتطهير، يطهر النجاسات. فمفهوم اللقب هنا، مفهوم المخالفة، أن غير الماء لا يكون مطهرا، وغير الماء عام يشمل العصير والخل والزيت والريق والمرق إلى آخره. نعم. قال: فعل الأول، أو قال قبل ذلك: واختار ابن عقيل والشيخ، والمراد به ابن قدامة الشيخ، وأبو العباس، يريد به ابن تيمية رحمهم الله جميعا. قال: أنه لا عموم له، وأنه يكفي فيه المخالفة في صورة ما. هذا المذهب الثاني في المسألة، لم يجعلوا للمفهوم المخالف عموما أصحاب المذهب الثاني. كيف هذا؟ لأن هذا المذهب طبعا فيه غرابة لما رأيته من الأمثلة، إذ يلزم من القول بالمفهوم المخالف التعميم، وإلا كيف يكون مفهوما إذا خصصته بنوع دون نوع، يعني من فتياتكم المؤمنات. مفهومه أن غير المؤمنات لا يحل، غير المؤمنات يشمل عدة أفراد أو عدة أنواع. قالوا يعني مثلا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة والرضعتان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أصحاب المذهب الأول ماذا يقولون؟ أصحاب المذهب الأول وهم الأكثرون يقولون: المفهوم المخالف أن ما فوق
الرضعتين يحرم، يعني تنتشر بها الحرمة. طيب أين العموم؟ قالوا العموم أن ما فوق الثنتين يشمل الثلاث والأربع والخمس والست وأكثر. وأما أصحاب المذهب الثاني فقالوا لا، المفهوم المخالف صورة واحدة، لا تحرم الرضعة والرضعتان، مفهومه أن الثلاث يحرم، أن الثلاث يحرمنا. طيب وما عدا الثلاث؟ قالوا الأربع والخمس والست تقاس على الثلاث، وهكذا يقولون في كل موضع أن المفهوم المخالف صورة واحدة وما عداه يقاس عليه إما قياساً مساوياً وإما قياساً أولوياً. لكن لا شك أن في هذا شيء من التكلف لما قلناه في الأمثلة السابقة من فتياتكم المؤمنات مثلاً، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني فيه شيء من التكلف، يعني يقصد أن صح هذا في مثال فلن يصح في كل مثال. قال فعل الأول وهو قولنا له عموم يجوز أن يخص بما يخص به العام، ذكره أبو الخطاب وغيره، يعني بناء على القول بأن للمفهوم المخالف عموما ينبغي بناء على هذا جواز تخصيصه بكل مخصص، جواز تخصيصه بكل مخصص. فمثلا الحديث السابق لا تحرم الرضعة والرضعتان، مفهومه أن الثلاث يحرم والأربع يحرم والخمس والست إلى آخره، ثم يخص هذا العموم بحديث خمس رضعات معلومات يحرم، فحينئذ تكون الثلاث والأربع خارجة من عموم المفهوم المخالف، فلا تنشر بها، لا ينشر بها المحرمية. نعم تفضل. نعم، لأن أصحاب المفهوم القائلون بمفهوم المخالفة يقولون هو نقيض لا ضد، والنقيض عموم والضد خصوص، مفهوم المخالفة نقيض لا ضد، وقلنا إن النقيض عموم والضد صورة واحدة فيكون خصوصا. مثال ذلك قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، منطوق الآية الكريمة تحريم الصلاة على الميت الكافر المنافق، فما هو مفهومه المخالف؟ قال بعض الفقهاء مفهومه المخالف وجوب الصلاة على الميت المسلم، فهل هذا يصح؟ لا يصح، لأن المنطوق هو التحريم، فلو قلت في المفهوم وجوب جعلت مفهوم المخالفة ضداً، لأن ضد الحرمة هو الوجوب فقط، الوجوب فقط فهو صورة واحدة فهو خصوص، والمفهوم المخالف قلنا إنه نقيض، ونقيض التحريم ما هو؟ تحريم الصلاة على الميت الكافر، نقيض التحريم ما هو؟ عدم التحريم، وعدم التحريم يصدق بالوجوب ويصدق بالاستحباب، وهذا معنى قولنا إن النقيض عموم، لأن الذي يحصل في المفهوم المخالف هو سلب الحكم، سلب الحكم أي نفيه، والنفي والإثبات نقيضان. نعم تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله ولا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، ذكره أبو الخطاب وفاقا للشافعية خلافا للقاضي أبي يعلى من أصحابنا بالكفاية، وهو قول الحنفية. والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج، ذكره صاحب المحرر وفاقا للحنفية والشافعية خلافا لأبي يوسف. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله ولا يلزم من إضمار شيء
في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، يعني أن يضمر ذلك الشيء، أن يضمر ذلك الشيء في المعطوف عليه، وكذلك العكس. ذكره أبو الخطاب وفاقاً للشافعية وأيضاً وفاقاً للمالكية، فهو مذهب جمهور العلماء. إذا أضمر في المعطوف شيء فهل يجب إضماره في المعطوف عليه؟ وسبب الاختلاف هنا هو أن العطف يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، ثم يختلف العلماء في هذه الشراكة في تفسيرها، هل يكون في الحكم المذكور فقط وهو ما يعبر عنه بأن الواو ونحوها تفيد التشريك، أو حتى في الإضمار إذا أضمر وصح الإضمار في أحد المتعاطفين فهل يوجب ذلك أن يضمر مثله في المعطوف أو المعطوف عليه؟ أو التشريك أيضاً يكون في الحكم الخارجي الذي لم يذكر في النص ولم يقدر فيه؟ يعني أقول إن العطف بين شيئين يقتضي الشراكة بينهما، لكن العلماء يختلفون في نوع هذا التشريك، فمنهم من يعمم في الصور كلها، ومنهم من يخصص صوراً دون صور. فهل التشريك في الحكم المذكور؟ هذا محل إجماع. في المضمر الذي صح في أحد المتعاطفين فهل أيضاً يضمر في الآخر؟ في الحكم غير المذكور في المسألة في النص أصلاً، وهو ما يسمى بدلالة الاقتران التي سوف تأتي بعد هذا، بعد هذه المسألة، فهذا سبب خلاف العلماء، فلهم عذر في الاختلاف في هذا الخلاف وفي غيره من مسائل الخلاف. قال: خلافاً للقاضي أبي يعلى من أصحابنا في الكفاية. الكفاية كتاب في أصول الفقه ألفه شيخ المذهب القاضي أبو يعلى رحمه الله، وهو أصغر من كتاب العدة لكنه معدود في المفقود، في المفقودات من المخطوطات. ثم قال: وهو قول الحنفية. الحنفية نعم خالفوا في المسألة، فقالوا إذا أضمر في أحد المتعاطفين شيء وصح هذا الإضمار وجب إضمار مثله في الآخر ضرورة العطف. قالوا: هذا الذي يقتضيه اللسان ويقتضيه الشرع، فإننا كلنا نقرأ قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فتقدر ماذا؟ والمؤمنون آمنوا بما أنزل إليهم من ربه، تقدر هذا، هكذا يقولون. وأكثر العلماء على أنه لا يلزم هذا، وتظهر ثمرة الخلاف. طبعاً الجمهور يستدلون بنحو قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن. فأنت تقدر في قوله وبعولتهن في نون النسوة هذه، ما تقول كل المطلقات، وإنما تقول الرجعيات، لأنهن هن اللواتي يحق لأزواجهن ارتجاعهن وردهن. طيب، إذا أضمرت الرجعيات في وبعولتهن فهل يضمر مثله في أول الكلام وهو المعطوف عليه: والمطلقات يتربصن؟ لا، ما يضمر هذا، لأنك لو أضمرته لقلت معنى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أن المراد خصوص الرجعيات، وهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن التربص ثلاثة قروء يلزم المطلقات جميعاً، سواء كنا رجعيات أو كنا بوائن. ثمرة الخلاف تظهر في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله ولا ذو عهد في عهده، هناك إضمار في الكلام، وهو ولا ذو عهد في عهده بكافر، أين المضمر؟
كلمته بكافر، يكون التقدير ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، لا يقتل المعاهد بكافر. فقال الحنفية إن الكافر الذي لا يقتل به المعاهد هو الكافر الحربي فقط، فإذا كان المقصود حينئذ ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي وجب إضمار هذا في المعطوف عليه، فيكون تقدير الحديث ماذا؟ لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي، ضرورة التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. فيلزم من هذا ماذا؟ أن المسلم يقتل بالكافر الذمي، وخالفهم الجمهور وقالوا لا يقتل المسلم بالكافر الذمي، ومنعوا الدلالة المذكورة، فقالوا لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر مثله في المعطوف عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج. هذا ما يسميه بعض الأصوليين بدلالة الاقتران أو دلالة القران، وهو دلالة اجتماع لفظين متعاطفين في النص على اشتراكهما في حكم غير مذكور. دلالة اقتران أي اجتماع شيئين في النص الشرعي على اشتراكهما في حكم غير مذكور، في حكم غير مذكور، وبهذا تختلف دلالة الاقتران عن دلالة التشريك التي تفيدها الواو والفاء وثم وسائر الحروف المشركة. والفرق بينهما أن الواو ونحوها تدل على التشريك، وهو معنى يذكره الأصوليون ويذكره النحاة، يقولون التشريك في المعنى، يقصدون في الحكم المذكور. إذن دلالة التشريك التي تذكر في حروف المعاني هي في الحكم ماذا؟ المذكور، في الحكم المذكور في النص. فإذا قلت نجح زيد وعمرو، عمرو ما به، هل نجح؟ فتقول نعم، لأننا عطفناه على زيد، فكأننا قلنا وعمرو نجح أيضا، هذا معنى التشريك. أما دلالة القران أو الاقتران فهي التشريك بين المتعاطفين في حكم غير مذكور في النص، ومن هنا ضعفت الثانية وقويت الأولى، فإن الأولى محل إجماع بين العلماء، وأما دلالة الاقتران فالأكثرون على عدم حجيتها. ويظهر الفرق أيضا بينهما في مثال واحد، نذكره في مثال واحد حتى يتضح الفرق. قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قرن الله سبحانه وتعالى بين شيئين في هذا النص الكريم، وهو الحج والعمرة، وهناك حكم مذكور وحكم غير مذكور. أما الحكم المذكور في النص الشريف فهو وجوب الإتمام، ومعنى الإتمام إكمال النسك بعد الشروع فيه، يعني دخل في النسك فنقول لابد أن تكمل العبادة، هذا حكم مذكور، فيحصل للاثنين المتعاطفين، فيجب إتمام الحج إذا شرع فيه، ويجب إتمام العمرة إذا شرع فيها، حتى لو كان حج نفل وتطوع، وحتى لو كانت العمرة كذلك. هذا التشريك في الحكم المذكور. الحكم الذي لم يذكر واستدل بالنص الكريم عليه هو وجوب إنشاء العمرة، يعني وجوب الإتيان بالعمرة، ليس أنه دخل فيها، هو لم يأتي بها بعد، فهل يتجب عليه العمرة؟ يعني هل تجب على المسلم العمرة مرة في العمر؟
فقال بعض العلماء: نعم، تجب العمرة كما يجب الحج. ما الدليل؟ قالوا: الدليل هذه الآية الكريمة: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن الله سبحانه وتعالى قرن بين الحج والعمرة، وقد ثبت الحكم لأحدهما حكم خارجي لم يذكر في النص، قد ثبت لأحدهما فيجب ثبوته للآخر. الحكم الذي استفيد من خارج النص بالنسبة للحج هو الوجوب، فإن الحج ركن من أركان الإسلام، فهو فرض وحتم، فينسحب هذا الحكم الخارجي إلى أحد القرينين وهو العمرة، فتجب العمرة كما يجب الحج. أظن بهذا وضحت معنى، وضحت دلالة الاقتران. قال: والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارجي، يعني لو دل الدليل الخارجي على الاشتراك بين الاثنين فإننا نعمل به، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالوجوب حاصل في الصلاة فيحصل في الزكاة وهكذا. قال: ذكره صاحب المحرر وهو مجد الدين ابن تيمية وفاقاً للحنفية والشافعية والمالكية أيضاً، خلافاً لأبي يوسف وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى. فإذاً جمهور العلماء على عدم حجية دلالة الاقتران. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وخطابه عليه السلام لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ فيه خلاف. الصحيح عند أصحابنا وغيرهم يعم، واختار جماعة لا يعم إلا بدليل، وجمع الرجال لا يعم النساء اختاره الأكثر، ولا بالعكس أي لا يعم جمع النساء الرجال بالإجماع، ويعم الناس ونحوه مثل الأحرار الجميع الرجال والنساء ونحو المسلمين، وفعلوا مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا على الأصح من قول أصحابنا وأكثر الحنفية، خلافا لأبي الخطاب وأكثر العلماء. وفي الواضح لابن عقيل: لا يقع مؤمن على أنثى، وخص الله الحجب في القرآن بالإخوة في قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فعداه القياسون إلى الأخوات بالمعنى. وفي المغني للشيخ في كتاب الوقف: الأخوة والعمومة للذكر والأنثى. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله: وخطابه عليه الصلاة والسلام لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ فيه خلاف. وهذه المسألة مرت معنا سابقاً، كنتم تذكرون في مباحث الأمر، ذكرها المصنف هناك وذكرها هنا. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة هل يعم غيره من الصحابة ومن الأمة إلى يوم القيامة؟ فيه خلاف. والصحيح كما ذكر المصنف عند الحنابلة، وهو أيضاً مذهب جمهور العلماء، أن ما ثبت في حق واحد من الصحابة رضي الله عنهم ثبت في حق غيره من الصحابة وفي من بعدهم إلى يوم القيامة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة تعلم كتاب الله، هل يختص به أو يكون هذا الأمر المندوب يعم حذيفة وغيره رضي الله عنهم؟ يعم كل إنسان، هذا الأمر يعم كل مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك يا سعد ما تنفق من نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الخطاب لمن؟ لسعد. فهل غير سعد كذلك يؤجر على كل نفقة حتى اللقمة يضعها في فم امرأته؟ الجواب نعم، ف
فيعم سعدا رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وغيره من المسلمين. ثم قال: واختار جماعة لا يعم إلا بدليل. هذا المذهب الثاني. إذا المذهب الأول أن الخطاب لواحد يعم غيره عموما معنويا، والمذهب الثاني الذي ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية قالوا يختص الحكم بمن توجه إليه، ويرد في هذا ما ذكرناه مرارا، أن هؤلاء الذين يخالفون ويقولون يختص الحكم بمن توجه إليه قد يكون مرادهم والله أعلم أن غيرهم يدخل، لكن لا من جهة العموم وإنما من جهة المعنى وهو القياس، ومعنى القياس كما قلنا القاعدة الكلية، وهو أن الحكم الثابت لواحد يثبت لغيره، والله أعلم. ثم قال: وجمع الرجال لا يعم النساء شروع في مسألة جديدة. فقال: جمع الرجال، ويقصد اللفظ الدال على الجمع المذكر وضعا المختص بالرجال، هذا معنى قوله وجمع الرجال، لفظ يدل على أفراد وضعته العرب ليختص بالذكور دون الإناث. مثل ماذا؟ مثل كلمة الرجال، فالعرب إنما وضعتها لذكور بني آدم، ومثل كلمة الذكور كلمة الأبناء تختص بالذكور. قال: اختاره الأكثر، اختار هذا المذهب أكثر العلماء أنه يختص بالرجال فلا يتناول النساء. ثم قال: ولا بالعكس، يعني من باب أولى أن الجمع الذي وضعته العرب ليختص بالإناث من بني آدم أنه لا يتناول الرجال، مثل كلمة النساء وكلمة البنات وكلمة الإناث، إنها جموع تدل على النساء خاصة فلا يدخل فيها الرجال. قال: بالإجماع، يعني في الصورتين، عفوا في الصورة الثانية، في الصورة الثانية، وأما الصورة الأولى ففيها خلاف شاذ، وبعضهم حكى الإجماع في الصورتين، يعني قال بعضهم بالإجماع في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، وظني أنه أقرب إلى الصواب. قال: ويعم الناس ونحوه، مثل الأحرار ومثل البشر ومثل الأولاد، يعم الجميع، أي يعم الرجال والنساء، وهذا أيضا بالإجماع، فإن كلمة الناس وضعت في لغة العرب لتشمل الذكور والإناث، كلمة البشر كذلك، الأولاد وضعتها العرب للأبناء والبنات ونحو ذلك. ثم قال: ونحو المسلمين، وفعلوا إلى آخره، مما يغلب أو يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعاً، يعني لا وضعاً، يعم النساء تبعاً أي شرعاً لا وضعاً، يعني في لغة العرب. فكلمة المسلمين أو الذين آمنوا أو المؤمنين أو واو الجماعة في فعلوا، وكذلك ميم الجمع، فإن الواو في فعلوا هي ضمير جمع الذكور، والميم في فعلتم أيضاً موضوعة لجمع الذكور. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أين الشاهد؟ إنكم، الميم ضمير الجمع المذكر وضعته العرب ليخص جمع الذكور، فهل يدخل فيه النساء؟ فالنساء يرين ربهن يوم القيامة؟ الجواب نعم يدخلن، لكن تبعاً لا وضعاً. وذروا ما بقي من الربا، أين الشاهد؟ واو الجماعة، لأن هذا الواو وضعته العرب لجمع الذكور فقط، فهذا وضعه في اللغة، فهل النساء مخاطبات بهذا ويجب عليهن أن يذرن الربا؟ الجواب نعم يجب عليهن، لكن دخولهن في الحكم المنصوص هنا
هو تبعاً لا أصالة، لأن الوضع وضع اللفظ لا يشملهن. قال على الأصح، نعم هو الأصح من مذهب الحنابلة، وهو أيضاً قول بعض المالكية وبعض الشافعية، وهو قول أكثر الحنفية، يعني هو قول جمهور العلماء، خلافاً لأبي الخطاب وأكثر العلماء فيما قيل إنه قول أكثر العلماء. فذهب أبو الخطاب الكلوذاني وكثير من العلماء إلى أن النساء لا يدخلن، وهذا كما قلنا فيه إشكال، لأن كثيراً من النصوص تأتي بصيغة جمع المذكر السالم أو بضمير الجمع المذكر كما ذكرنا في الواو والميم، فإخراجهن فيه إشكال. فيبدو والله أعلم أن مذهب هؤلاء هو أنهن يدخلن بالقياس العام المعنى، يعني يدخلن معنى لا لفظا، فيرجع إلى المذهب الأول، يرجع إلى المذهب الأول، يعني مثلا الجمع بالواو ونون، المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة في ظل العرش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل يدخل في هذه الكرامة النساء المتحابات؟ يعني المرأة المسلمة تحب أختها في الدين لا تحبها إلا لله، هل تدخل في هذا الوعد؟ نعم يدخلن فيه، والأمثلة كثيرة جدا. فالصواب مذهب جمهور العلماء في المسألة. قال ابن عقيل رحمه الله في الواضح في أصول الفقه: لا يقع مؤمن على أنثى، يعني لا يقع لفظ مؤمن، لفظ مؤمن لا تقع على، لا يقع على أنثى. ثم قال: وخص الله الحجب في القرآن بالإخوة، فقال سبحانه: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، حجب النقصان كما يقول أهل الفرائض من الثلث إلى السدس. فقال: فإن كان له إخوة، والإخوة موضوع لجماعة الذكور، فهل تدخل فيه الإناث يعني الأخوات؟ الصواب يدخل، فلهذا قال: فعداه القياسون إلى الأخوات بالمعنى. بالمعنى الجار والمجرور يرجع إلى عداه، يعني فعداه بالمعنى القياسون إلى الأخوات. والمعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله هو الأخوة التي بين الميت وبين هؤلاء، يعني قاسوا الأخوات على الإخوة بجامع ماذا؟ اشتراكهما في هذه القرابة وهي الأخوة، هذا معنى كلامي. ثم قال: وفي المغني للشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتاب الوقف: الأخوة والعمومة، الآن لفظان، للذكر والأنثى، فيدل على اختياره مذهب الجمهور. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ولا يدخل النساء في القوم، لأن القوم اسم للرجال. وقال الشاعر: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري. وقيل بلى لقوله تعالى: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. أحسنت. المسألة الأولى طبعا التي ذكرناها قبل قليل لم نذكر فيها ثمرة الخلاف، إن فيها خلافا، وهو دخول النساء في جمع الذكور أو ضميره، في جمع المذكر أو ضميره، هل يدخلن أو لا؟ قولان للأصوليين انبنى عليه خلاف في الفقه. فقالوا: لو اجتمع رجال ونساء فقال: بعتكم داري الفلانية بمئة ألف دينار، فهل يدخل في البيع النساء؟ أين الشاهد في قوله بعتكم؟ ضمير الجمع الميم، فهل يدخل فيه النساء أو لا؟ قولان للعلماء. وإذا قال من صور أيضا من يعني قولان في هذه المسألة الفقهية، بنايا على الخلاف في دخولهن وعدم دخولهن. ولو قال: داري الفلانية وقف على بني زيد،
فهل تدخل فيه بنات زيد فيستحق لهن الوقف كما يستحق للذكور؟ فإن كلمة بنون هي ملحقة بجمع المذكر السالم، فهي في معناه، فتكون لفظا من صور الخلاف، فلهذا اختلف الفقهاء، فمنهم من قال إن بنات زيد يدخلن في الوقف لأن النساء يدخلن في جمع الذكور، ومنهم من قال لا ما يستحقن من الوقف شيئا لأن النساء لا يدخلن. نرجع إلى هذه المسألة الجديدة، قال ولا يدخل النساء في القوم، يعني في لفظة القوم، هل تتناول الذكور والإناث أو تختص بالذكور؟ قولا للعلماء أشار إليهم المصنف رحمه الله، فقال لا يدخل النساء في القوم لأن القوم اسم للرجال، يعني في لغة العرب، والدليل عليه قول الشاعر قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري، يمدح الشاعر أولئك القوم بأنهم إذا قامت الحرب شدوا مآزرهم كناية عن اعتزال النساء وترك جماعهن ولو كنا أطهارا. فقوله قوم في أول البيت يدل على أن المراد الرجال خاصة. ثم قال وقيل بلى، يعني أن كلمة القوم تتناول النساء والرجال، لقول الله تعالى عن الملائكة الذين أرسلهم إلى لوط عليه السلام إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، هذا الشاهد، استثنى المرأة من القوم المجرمين، فدل على أن القوم يتناول الإناث، لأن الأصل أن المستثنى يكون مثل المستثنى منه من جنسه. وتعم من الشرطية المؤنث، اختاره الأكثر خلافا لبعض الحنفية، والخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد على الأصح، اختاره الأكثر من أصحابنا وغيرهم خلافا للرازي الحنفي وغيره، ومثل يا أيها الناس يا عبادي يشمل الرسول عند الأكثر خلافا لبعضهم. وفي تناول الخطاب إلى هنا أحسنت، قال وتعم من الشرطية المؤنث، لفظة من هذه الشرطية وكذلك الموصولة، هل تدخل فيها الإناث كما يدخل الذكور؟ خلاف بين العلماء. طبعا من تأتي حتى موصولة وتعم، مثل أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن هنا في المثالين موصولة. أو شرطية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما ورد. هل تدخل الإناث في لفظة من هذه الشرطية والموصولة؟ قولان للعلماء، فقال اختار الأكثر أنهن يدخلن، أن النساء يدخلن مع الرجال في كلمة من، قال خلافا لبعض الحنفية، هذا المذهب الثاني. وقد أحسن المصنف رحمه الله حين قال خلافا لبعض الحنفية، لأن كثيرا من كتب الأصول تنسب الخلاف إلى الحنفية جملة ويفرعون على هذا الخلاف مسائل في الفقه، مع أن الحنفية كلامهم صريح في كتبهم بأن النساء يدخلن في لفظة من، لكن الخلاف موجود، الخلاف موجود في المسألة. ومن ثمرات الخلاف أن المرتدة، المرأة المرتدة هل تقتل؟ الحديث ماذا يقول؟ من بدل دينه فاقتلوه، ومن هنا شرطية، فهل تدخل فيها الإناث فتقتل المرتدة كما يقتل المرتد؟ قولان للفقهاء،
ينبنيان على الخلاف في دخول النساء في لفظة من أو عدم دخولهن. ثم قال: والخطاب العام كالناس والمؤمنين ومثل يا أيها الذين آمنوا، يشمل العبد على الأصح فلا يخرج إلا بدليل. يعني الخطابات العامة في نصوص الكتاب والسنة الدخول الأحرار فيها واضح بالإجماع، لكن هل يدخل فيها العبيد أو لا؟ فالأكثر العلماء على أن العبيد يدخلون فيكونون كالأحرار في التكاليف الشرعية إلا ما خصه الدليل، فإذا وجد دليل يخرج العبد خرج. مثال ما لم يخرج منه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما تجب الصلاة، عفوا، وأقيموا الصلاة، فالصلاة تجب على العبد كما تجب على الحر. النهي عن الربا والسرقة والزنا وعقوق الوالدين كلها تشمل العبيد كما تشمل الأحرار. ومثال ما خرج فيه العبيد بالقرينة قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أو أمر الله بالسعي، أمر الذين آمنوا بالسعي. فالعبد هل يجب عليه السعي للجمعة؟ الجواب: لا يجب عليه، لا تجب عليه صلاة الجمعة لوجود النص: الجمعة حق واجب إلا على أربعة، وذكر منهم العبد المملوك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولله على الناس حج البيت. الناس عام، فهل يدخل فيه العبيد؟ الجواب: لا، لا يجب عليه الحج، والدليل الإجماع. الجهاد لا يلزم العبد، والدليل الإجماع. فهذه قرائن أخرجت العبد من بعض التكاليف، ولا يعني هذا خروجه من بقية التكاليف عند أصحاب المذهب الأول. ثم ذكر المذهب الثاني بقوله: خلافاً للرازي الحنفي وغيره. خلافاً لبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية، ذهبوا إلى أن العبد لا يدخل في التكاليف إلا بدليل، إذا وجد دليل يعمل به، فعكسوا المذهب الأول. وثمرة الخلاف تظهر في بعض الصور، منها: إذا أذن السيد لغلامه في حضور صلاة الجمعة فهل يجب عليه الحضور؟ فقال بعضهم: نعم، يلزمه الحضور، لأنه حينئذ يدخل في النص العام، لأنه ما خرج من وجوب صلاة الجمعة إلا لحق سيده، حق الخدمة، وقد أسقط السيد حقه فيرجع إلى الأصل. وقال بعضهم: لا، لا يتلزمه الجمعة لأنها ساقطة عليه بالأصالة، والعبد لا يدخل في عموم التكاليف الشرعية إلا بدليل. ومن ذلك: لو أذن له السيد، يعني أذن لغلامه في الحج، فهل يلزمه الحج؟ مثل الصورة السابقة، قولان للفقهاء، فمنهم من قال تجب عليه لأن السيد أسقط حقه، وحينئذ يعمل الدليل الأصلي عمله، ولله على الناس حج البيت. ومنهم من قال قد ارتفع التكليف عنه لأن العبد لا يدخل في عموم ولله على الناس. ثم قال: ومثل قوله تعالى يا أيها الناس، وقوله تعالى يا عبادي، يشمل الرسول عند الأكثر خلافا لبعضهم. نعم، بعض الشافعية قالوا يعني إنما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الخطابات الموجهة لغيره بالدليل، بدليل آخر، وأما الأصل فإنه لا يدخل. والحقيقة أن الخلاف لفظي، الخلاف في هذه المسألة الأخيرة لفظي، لأن أصحاب المذهب الثاني يوجبون على النبي صلى الله عليه وسلم ما وجب على أمته إلا ما خصه الدليل، إلا أن الفرق بينهما: بعضهم يقول نفس اللفظ يتناول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لا، الدليل الخارجي يتناوله وهو القياس. نعم، تفضل يا شيخ.
وفي تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق أقوال، أحدها التناول، والثاني لا، والثالث يتناول إلا في الأمر، اختاره أبو الخطاب وغيره. ومثل خذ من أموالهم صدقة يقتضي الأخذ من كل نوع من المال عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم خلافا لبعضهم. أحسنت. ذكر المسألة المصنف رحمه الله فيما قرأناه الآن مسألتين من مسائل العام. المسألة الأولى قال: وفي تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق أقواله. صورة المسألة أن يتكلم الواحد من الناس بكلام عام يصلح دخول المتكلم في اللفظ من جهة الوضع، فهل يدخل فيه من جهة الشرع؟ هذه صورة المسألة. بالمثال تتضح المسألة. لو قال الشخص رجل، يعني قال: داري الفلانية وقف على الفقراء. الآن هذا الكلام صدر من واحد من الخلق كما ذكر المصنف، والكلام وجهه لغيره، ليس كذلك؟ يقول: داري الفلانية وقف على الفقراء، والفقراء جمع محلّى بأل التي ليست للعهد فتكون استغراقية فيدخل فيه كل فقير. ثم مرت الأيام وصار هذا المتكلم من أفقر الناس، فهل يستحق من الوقف؟ أظنها وضحت الآن. فمن قال بدخول المتكلم في عموم خطابه قال يستحق من الوقف، ومن قال إنه لا يدخل في عموم خطابه لأن المقصود غيره، لأن المقصود غيره من الناس، فإنه لا يستحق شيئا من الوقف. وهذه من ثمرات الخلاف في المسألة. فقال: أقوال، أحدها التناول، يعني أن المخاطب بكسر الطاء يدخل في عموم خطابه مطلقا، سواء كان أمرا أو نهيا أو حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار، وهو مذهب أكثر العلماء. قال: والثاني لا، يعني القول الثاني عكس الأول، أن المخاطب أي المتكلم باللفظ العام لا يدخل في عموم خطابه. وهذا القول قول مشهور عند الشافعية، وجعله بعضهم المعتمد عند الشافعية. قال: والثالث، المذهب الثالث، يتناول إلا في الأمر، يعني المذهب الثالث التفصيل. فننظر، إن كان أمراً ونهياً لا يدخل في عموم خطابه، وإن كان إخباراً أو حكماً عاماً فإنه يدخل، وهذا مذهب أبي الخطاب الكلوذاني من الحنابلة وبعض المعتزلة. وثمرة الخلاف ما ذكرناه في المسألة السابقة، وفي مسألة مسألة يسميها الفقهاء مسألة الواعظ، وهو أن واعظا من الوعاظ في العصر العباسي، وقديما كان بعض الوعاظين يتكسب بوعظه، يعني يعظ لكي ينال من أموال الناس والعياذ بالله. فقام واعظ في مسجد فوعظ الناس، فبعد أن فرغ قال: أعطوني شيئا. قالوا: ما نعطيك. فألح عليهم فأصروا على عدم إعطائه شيئا، فقال: طلقتكم ثلاثا. هذا لفظ عام. المشكلة أن امرأته كانت بين الحضور، فاختلفوا هل تطلق امرأته أو لا. فأفتى أبو المعالي الجويني إمام الحرمين بأنها تطلق. لماذا؟ قال: لأن المتكلم يدخل في عموم خطابه، كأنه قال: النساء المسلمين طوالق، فيدخل في العموم. وقال بعضهم: لا، المتكلم لا يدخل في عموم خطابه لأنه إنما أراد غيره. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله: ومثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة يقتضي الأخذ من كل نوع. هذه المسألة ذكرها بعض الأصوليين من الشافعية ومن الحنابلة ومن الحنفية وغيرهم، ويقصدون بها أن إضافة المفرد إلى جمع له أنواع وهو ما يسمى إصطلاحاً بالجنس، هل يقتضي إضافة ذلك الفرد إلى كل نوع من أنواع ذلك الجنس؟ هذه صورة المسألة، وضحت؟ إضافة فرد حكم معين إلى جمع له أنواع، والجمع الذي له أنواع هو ما يصطلح عليه في المنطق وفي الأصول بالجنس، هل يقتضي إضافة ذلك الفرد إلى كل نوع من أنواع ذلك الجنس أو لا؟ قولان للعلماء. ففي قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، صدقة حكم مفرد، يعني كلمة صدقة الآن هي شيء واحد لكنها أضيفت إلى كلمة أموال، أموالهم، وكلمة أموال هي جنس لأن تحتها أنواعاً، فالمال قد يكون زرعاً وقد يكون دراهم وقد يكون أعياناً وهي ما يسمى بالعروض، وقد يكون بهيمة الأنعام إلى غير ذلك، هذه أنواع الأموال. فهل يلزم أخذ الصدقة من كل نوع أو صدقة واحدة من مال واحد؟ يعني هذا معنى المذهبين في المسألة. فالمذهب الأول الذي عليه الأكثرون قال: يقتضي الأخذ من كل نوع من المال، وحينئذ يكون المعنى: خذ من المال الفلاني صدقة ومن المال الفلاني صدقة، يعني من بهيمة الأنعام صدقة ومن الدراهم والدنانير صدقة إلى آخره، هذا يكون معنى النص الشريف. قال: وغيرهم خلافاً لبعضهم، خلافاً لبعضهم. قال: عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، يعني مذهب الأكثرين، ثم قال: خلافاً لبعضهم. ذهب بعض العلماء، بعض المالكية، ونسب أيضاً لأبي الحسن الكرخي، والصواب أنه ليس مذهب الكرخي، يعني في كثير من كتب الأصول تقول أن الذي خالف المسألة هو ابن الحاجب، هذا صحيح، ابن الحاجب من المالكي خالف، وخالف أبو الحسن الكرخي من الحنفية، لكن إذا رجعنا إلى الفصول في الأصول لأبي بكر الرازي الجصاص وهو تلميذ الكرخي، ذكر أن مذهب شيخه موافقة الجمهور، ولا شك أنه أوثق في النقل فيؤخذ بقوله. إذا معنى المذهب الثاني ما هو؟ إذا نفى التعميم أن المراد أخذ صدقة واحدة من مال واحد، وثمرة الخلاف تظهر في يعني بعض المسائل، منها مسألة الزكاة عروض التجارة، فقد استدل بعض الفقهاء على وجوب الزكاة في العروض بهذه الآية الكريمة: خذ من أموالهم صدقة، لأن عروض التجارة يصدق عليها أنها مال من أموالهم، والله أمر بأخذ الصدقة أي الزكاة، فيعم كل مال ومنه عروض التجارة، فيصلح هذا دليلا في المسألة، خصوصا من يرى ضعف الأحاديث الواردة في زكاة عروض التجارة. نعم، تفضل يا شيخ. طب الوقت نقف هنا، ما رأيكم؟ أو نأخذ المسألة، بقي شيء قليل، نستطيع؟ ها؟ باقي؟ طيب، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: والعام إذا تضمن مدحاً أو ذماً، مثل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومنعه قوم، ونقل عن الشافعي، وظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى العمل بقول الشافعي.
وترك الاستفصال من الرسول عليه السلام في حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال، ذكره أبو البركات صاحب المحرر كقوله عليه السلام لغيلان بن سلمة وقد أسلم على 10 نسوة: أمسك 4 وفارق سائرهن، ولم يستفصله هل تزوجهن معا أو مرتبا، فلو أن الحكم يعم الحالين لم يطلق الكلام لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل، والله أعلم. أحسنت. يقول: والعام إذا تضمن مدحا أو ذما إلى آخره. هذه المسألة شبيهة بمسألة تخصيص العام بالمقصود، شبيهة بها. قلنا من قبل إن من مخصصات العام التخصيص بمقصود المتكلم، مثل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. فإن اللفظ عام لكنه مخصوص بإرادة كل ذي ناب من سباع البر، فلا يصح الاستدلال به على حرمة أكل التمساح مثلا، لأنه وإن كان سبعا يفترس بنابه إلا أنه من سباع البحر. هذا معنى التخصيص بالمقصود. وهذه مسألة شبيهتها، وهي إذا جاء اللفظ في النص الشرعي عاما إلا أنه في مساق المدح أو الذم، فهل ينظر إلى المعنى فيبطل اللفظ أو ينظر إلى اللفظ فلا يلتفت للمعنى؟ هذه صورة المسألة. إن الأبرار لفي نعيم، هذا في مقام المدح لهم والثناء والوعد الكريم بأن يكونوا في النعيم والجنة. وإن الفجار لفي جحيم، هذا في مساق الذم للفجار أن مآلهم إلى الجحيم. فحينئذ ننظر، سياق الآية الأولى هو سياق المدح، فهل نقول أن المقصود من الآية الكريمة إنما هو مدح البر والأبرار، وحينئذ يكون هذا هو المعنى المقصود ولا يلتفت حينئذ إلى عموم كلمة الأبرار؟ وكذلك في الآية الثانية: إنما سيقت المساق الذم للفجور وأهله أن مآلهم إلى النار، فلا يلتفت حينئذ إلى عموم اللفظ، وبناء عليه فلا يصح العمل بالعام في اللفظ في الآيتين إلا من دليل خارجي، فلا يصح أن تقول كل بر في النعيم وكل فاجر في الجحيم، إنما تطلب ذلك من أدلة أخرى، لأن العموم قد بطل في الصورتين، والذي أبطله هو المقصود، لأن مقصود الشارع إنما هو المدح والثناء لأهل البر والقدح والذم لأهل الفجور. هذا معنى من يقول لا عموم. ومن العلماء من راعى اللفظ ولم يراعي المعنى، فقال كونه في مساق كون النص في سياق المدح والذم لا يضر العموم شيئا، لا يؤثر فيه شيئا، فيبقى العام عاما، والأبرار والفجار كل منهما جمع محلى بألف يفيد العموم. هذا معنى المسألة، أظنها وضحت الآن. قال: ومنعه قوم. نعم، بعض الحنفية منعوا ذلك، ونقل عن الشافعي أيضا، نقل عنه هذا نقلا ضعيفا، رواية مرجوحة. وظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى العمل بقول الشافعي، يعني في أن العبرة بالسياق ولا يكون للعموم إعمال حينئذ، ومذهب الأكثرين هو الصواب، على أن بعضهم يتمسك في ترك العموم يتمسك به في مسائل. فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى في مقام المدح للمؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ما اسم موصول يفيد العموم، فيشمل كل أمة، يعني يجوز يعني عدم حفظ الفرج عن يعني الجماع، يقصد لكل أمة سواء كانت يعني أختها أو لا، يأخذ الأمة وأختها بملك اليمين فيجوز، هذا مقتضى العموم، مقتضى العموم
أنه يجوز نكاح الإماء مطلقاً سواء جمع بين أختين أو لم يجمع. فقال بعض العلماء هذا العموم قد لغى وبطل بأن الآية جاءت في مساق المدح للمؤمنين، وإذا جاء العام في سياق المدح بطل عمومه، فلا يصح الحمل على جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين، على أن في المسألة نصوصاً أخرى، لكن الغرض هو ضرب المثال لتتضح القاعدة، وإلا فالصواب مذهب أكثر العلماء أنه لا يجوز الجمع بين الأختين ولو بملك اليمين. ثم قال: وترك الاستفصال، هذه القاعدة الأخيرة في باب العام في حكايات الأحوال، يقصد في وقائع الأحوال القولية للفعلية، يعني فيما يحكيه الراوي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين يقضي في واقعة وقعت، أو يجيب سائلاً سأل فيجيبه، أو يقضي في الواقعة بحكم مع أن صور المسألة متعددة، ويترك النبي صلى الله عليه وسلم السؤال التفصيلي فلا يستفصل عن الوقائع، وإنما يقضي بحكم من غير سؤال، فيقتضي هذا منه أن الحكم المذكور يعم كل الأحوال، يعم كل الأحوال. ومثل له المصنف رحمه الله فقال: كقوله عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة وقد أسلم على 10 نسوة: أمسك 4 وفارق سائرهن، ولم يستفصل ولم يسأل هل تزوجهن 10 معا أو تزوجهن على الترتيب 1 تلو الأخرى، هل عقد عليهن دفعة أو عقد عليهن أفراداً آحاداً، ما سأل عن ذلك، فدل على أن الحكم واحد في الصورتين، ويكون العموم هنا عموماً معنوياً، فيكون هذا من صور العموم المعنوي، ويكون الحكم أن من تزوج على أكثر من 4، أن من أسلم على أكثر من 4 نسوة فإنه يختار 4 سواء كنا الأربع الأخيرات أو الأربع الأوليات أي منهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل. ولهذا قال في الاستدلال على صحة القاعدة: فلولا أن الحكم يعم الحالين لم يطلق الكلام، يعني لكان سأل وما أعطى حكما عاما مطلقا، لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل، لأن هذا يخالف وظيفة الرسالة والنبوة، وهي بيان الأحكام للناس من غير اشتباه والتباس. ولأن عادته الشريفة صلى الله عليه وسلم أن الحكم إذا اختلف فإنه يستفسر ويسأل، كما حصل لماعز رضي الله عنه حين جاء يعترف ويقر بالزنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أرجموه مباشرة، وإنما استفصل فقال: أبك جنون؟ أكما يأتي الرجل أهله؟ عدة أسئلة سأل، فدل على أن الحكم يختلف، فلو كان مجنونا لا يقام عليه الحد، ولو كان مباشرة دون الفرج لم يقام عليه الحد. فحين يترك السؤال التفصيلي عند وقوع الاحتمالات المتعددة يدل على أن الحكم الذي أطلقه صلى الله عليه وسلم يعم كل الأحوال، وهذا مذهب أكثر العلماء خلافاً لبعض الشافعية، ونسب للحنفية، نسب خطأً للحنفية أنهم يقولون إن ترك الاستفصال عند قيام الاحتمال لا ينزل منزلة العموم في المقال، والصواب أن الحنفية مع الجمهور في هذه المسألة، وإنما المخالف بعض الشافعية. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.